صباح الخير او مساء الخير اينما كنتم. النهاردة هنتكلم على موضوع زاد قوي في وقت الكورونا لكن ينفعنا في الكورونا وفي غير وقت الكورونا فيما بعد يعني. وهو موضوع القلق والخوف. والحقيقة جتني اسئلة كتير جدا ان في ناس نفسيتها محطمة وناس عايشة في رعب وقلق وخوف. خوف من المستقبل، خوف من المجهول، خوف من الكورونا، خوف من الحالة المادية. الناس بص كده زي في نفق مظلم. لو هتتابعوا معايا الفيديو ده هقول لكم على 5 طرق، منهم 4 بحرف الصاد وواحد بحرف الواو صاد وصفه. 4 حاجات بحرف الصاد ووصفه، دول لو هتتابعوا معايا الفيديو. القلق او القلق، الصوره دي من كتاب مشهور جدا وده هيبقى موضوعنا ان شاء الله في الفيديو اللايف يوم الثلاث اللي هو هيبقى يوم 8 سبتمبر. الكتاب ده كتاب جميل جدا وبيتكلم على القلق والقلق وكيف تعالج نفسك من القلق بقدر الإمكان. هذا الكتاب يعتبر موسوعة في علم القلق وإن شاء الله هناخده لايف كده خطوة خطوة. اللي هيحضر معانا الحلقة بتاعة يوم الثلاث 8 سبتمبر هيستمتع معانا، هتبقى الساعة 6 بتوقيت مصر وهنتكلم فيها عن بعض الكتب وحنزور المكتبة ومنها هذا الكتاب الجميل. تعالوا بقى نشوف ايه الـ5 حلول السحرية والوصفة لعلاج القلق. تعالوا نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني ونتكلم على موضوع القلق. القلق والخوف من الناحية الطبية تعريفه كده ببساطة، بيحصل زيادة في الجسم في مادة النور أدرينالين ومادة السيروتونين، اللي دول بيزودوا طبعا مع هرمون الأدرينالين اللي موجود أصلا في الجسم، بيزودوا نسبة والشحنات اللي بتتنقل في الجسم من ناحية المواد اللي بتسبب القلق في الأعصاب وتسبب التوتر في الأعصاب. ينتج عنه بقى صداع، ينتج عنه رعشة، ينتج عنه قلة نوم، ينتج عنه نرفزة عصبية، حاجات كتيرة جدا ومرتبطة بأمراض كتيرة جدا زي السكر والأمراض النفسية. ويعني موضوع محتاج تحليل طبي شامل ومحتاج حلقة لوحده. النهاردة احنا متكلمش على كده، احنا بنتكلم على الناحية النفسية. ودايما الأطباء النفسيين بيقولوا في علاجين، في العلاج النفسي وفي العلاج الدوائي. العلاج الدوائي اللي هو المهدئات والبنزودازيبين والحاجات المنومة والكلام ده، وده أتركها لزمايلي الأطباء النفسيين يكلموكم فيها بالتفصيل. في بقى العلاج النفسي الروحاني، وده مهم جدا، وده اللي هعمل لكم في الحلقه دي لـ5 طرق او 5 نصايح. 4 منهم بحرف الصاد وواحد بحرف الواو صاد وصفه كده في الاخر. نمرة 1، الصلاه حرف الصاد، مهم جدا عشان تتغلب على القلق دون ادويه ودون علاج، انك تتوجه لله بالصلاه. علاقتك مع ربنا تبقى فيها عمار زي ما بيقولوا. صدقوني لو انت واثق ومؤمن بالله لا هتقلق من شيء ولا هتخاف من شيء، حتى من الموت، ومش من طبعا مش من المستقبل ولا من اي شيء. وقلنا قبل كده تعبير جميل ان الموت، الانسان الذي يؤمن بالله يعتبر ان الموت جسر ذهبي يعبر به من الحياة الدنيا الى حياة اخرى أجمل وأعظم. إذا نواظب على الصلاة والدعاء وبحب، مش الفروض بس، ده لازم الصلاة كصلة تكون بينك وبين الله لا تنقطع، ويبقى ما عندكش أي مشكلة. صدقوني دي أول نقطة وأهم نقطة. نمرة 2، بالصاد صديق. لازم عشان تتغلب على القلق يكون عندك صديق حقيقي وصديق بيحبك ومخلص ليك وسرك معاه زي ما بيقول. اي مشكلة تمر بيها او هو يمر بيها حتى تفرغها له، ده هيطيع شحنة كبيرة جدا من القلق، لان انت بتفرغها زي ما بيقولوا القفة مودين يشيلوها 2. لو في مشكلة شخصية او داخلية او عائلية او في العمل وشرحتها لحد انت مرتبط بيه جامد جدا جدا، ممكن ما يكونش معاك في نفس البيت بس صديق حقيقي وبعيد عنك لكن ممكن يموت نفسه علشانك. وانا عملت لكم حلقة مخصوص قبل كده عن الصديق الحقيقي في حلقات السعادة، حط لكم اللينك بتاعها في وصف هذا الفيديو. نمرة 3، بحرف الصاد هو الصبر. سمعتم طبعا بصبر النبي أيوب،
وشفتم عاقبة الله معه. لازم يكون عندنا صبر يا اخواتي، الصبر زي ما بيقولوا مفتاح الفرج، والإنسان الصبور يكون مثابرا ويقل معه الشعور بالقلق والخوف. الصبر جميل، والصبر بيديك راحة نفسية. شوف كده لما تصبر، في أطباء العلاج الطبيعي بيدونا تمرين كده انك انت تتنفس بعمق، تتنفس بعمق، تتنفس بعمق لمدة معينة. ده بيديك تحس ان رئتينك امتلأوا، ويديك احساس بالامان. الانسان الصبور تلاقوه هادي، تلاقوه مش متسرع، تلاقوه بيحس، بيحسسك معاه بالهدوء التام. نمرة واحد قلنا الصلاة، نمرة اتنين الصديق، نمرة تلاتة الصبر، نمرة اربعة بحرف الصاد الصدقة. الصدقة مش لازم تكون صدقة جارية، لكن لما تعطف على انسان مسكين بتشعر ان هذا الانسان مشاكله اكتر منك بكتير، وده بيقلل معاك القلق. لما بتتابع اسرة محتاجة، او تكفي اليتيم، او تساعد محتاج، او حتى جارك لما تديله اي هدية او كده، بتحس انك انت عملت حاجة من عندك، حاجة جميلة بتريحك نفسيا وبتقلل من عندك الشعور بالقلق والأرق والخوف وعدم النوم والصداع والكلام ده. لما تساعد الناس بأي صورة من الصور، بأي شكل، حتى لو بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. في قصة جميلة موجودة في كتاب الدكتور عائض القرني، كتاب لا تحزن، عن الصدقة وأهمية الصدقة. يقولوا انه تاجر كبير كان جايله جمال كتير جدا مليانه محمله بضايع، وبلح وتمر وخيارات وحبوب وبتاع. فكل تجار المدينه تلموا عايزين يشتروا، وابتدوا يفاصلوا مره. واحد يقول له انا هديك الطقطقين، واحد يقول له ثلاث اضعاف، واحد يقول له اربع اضعاف. قال لهم لا، انا جايب كل الجمال دي عشان واحد هيديني 1000 ضعف في السعر. قال له نعم، 1000 ضعف في السعر، لا يا عم حلال عليه. مين ده بقى التاجر ده؟ احنا تجار المدينه كلها ومفيش يعني تاجر هيرضى بالسعر ده. اللهم هو الخالق، انا جايب الحاجات دي كلها عشان اتصدق بيها على الفقراء والمساكين والايتام، واشعر بالراحه النفسيه. انا مش عايز اكنز، انا عايز ادي واعطي. فهي قصه جميله. نمره خمسة الوصفه السحريه بقى، وصفه بسيطه. لما يبقى عندك مشكله كبيره جدا 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 عامله لك قلق وقرق في حياتك ومش عارف تحلها، دي جبتها لكم من كتاب جميل انصحكم تقروه، اسمه ضع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي. وهعمل لكم على الكتاب ده بالذات حلقة مخصوص، لان الكتاب ده ليه ذكريات جامدة معايا. بيقول ايه في القصة دي بقى ديل كارنيجي؟ عارفين انتوا الراجل اللي اسمه كارير اللي اخترع التكييف؟ قعد معاه، والراجل ده ابتدى في حياته يعني راجل قلق جدا جدا، وكان عنده مشاكل كتيرة، وابتدى صغير قوي قوي قوي، عامل بسيط في مصنع صغير. بيقول ان في حاجة حصلت في حياته غيرت حياته كلها. في يوم كان عامل تجربة كبيرة في المصنع كعامل بسيط، يجربوا حاجة لو نجحت المصنع واو هينجح جدا، مش المصنع بتاعه ده، مصنع كان هو شغال فيه. لو التجربة فشلت هيفشل فشل ذريع. فكان عايش في قلق ما بينامش. وفي يوم قال انا هعمل ثلاث حاجات. نمرة واحد، هتخيل اسوأ حاجة ممكن تحصل. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ان المشروع يفشل تماما، وانهم يفصلوه من الشغل، ويكلفوه 20,000 دولار تكلفة الحاجات والتجربة اللي عملوها. نمرة اتنين، احضر نفسي هعمل ايه بعد ما توقع عليها العقوبة، يعني بعد ما المشروع يفشل تماما او الحكاية تفشل، بعد ما احصل اسوأ حاجة تحصل. ابتدى يحلل ايه اللي هيعمله. قال والله لو رفضوني من شغل هدور على شغل تاني، لو 20,000 جنيه هقنعهم ان دي كانت تجربة ويخفضوا لي المبلغ او يقسطوا لي، وبعد كده استفيد من التجربة دي في تجربة تاني في مصنع تاني. قال لما عملت نمرة اتنين دي حسيت براحة نفسية، لأنه حل المشكلة قبل ما تظهر، قبل ما تبتدي. نمرة ثلاثة، بالراحة كده بقى وهدوء أبتدي أحاول أحل المشكلة الحالية اللي هتدخلني في المشكلة الكبيرة. وابتدى يلاقي حلول بسيطة ونجحت التجربة. مش كده وبس، دخلوه شريك في المصنع، وبعد كده كمان فتح مصنع لوحده وبقى صاحب شركة كارير التكييف الشهيرة اللي يمكن حضرتك دلوقتي بتسمعني والتكييف كارير شغال معك. اتمنى نكون هلخص لكم يعني بسرعه كده، الحاله النفسيه والقلق والارق والخوف يضيعوا بالصلاه نمره واحد، بالصديق الحقيقي نمره اتنين، بالصبر نمره ثلاثه، بالصدقه، بوصفه سحريه
بمواجهة الموقف نفس اليوم وتحليله. أتمنى لو الحلقة عجبتكم، لو في حاجة مش فاهمينها ممكن تكتبولي أسئلة، وتابعوني وإلى حلقات قادمة إن شاء الله. ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.